وسط حراسة أمنية مشددة ومن المدخل الخلفي لقرية عارة داخل الخط الأخضر، حاول العشرات من نشطاء اليمين في إسرائيل الوصول إلى منزل نشأة ملحم الذي نفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب قبل أشهر، وقتل بعد العثور عليه في أحد منازل القرية. نشطاء اليمين طالبوا بهدم منزل ملحم وبأن تكون مواطنة فلسطيني 48 مشروطة بالولاء لإسرائيل. We're here to tell the terrorists and the supporters of the terrorists that their time has a small limit. We'll send them to people that like them, like England and France. Here they don't have a place. We came to expel them out of here, all the terrorists and their supporters. لكن أهالي القرية ونواب الكنيسة العرب منعوا متطرفي اليمين من الوصول إلى منزل ملحم، مشيرين إلى أن مجرد السماح لهم بدخول القرية هو استفزاز. يعني لو اقتصر الأمر على هذه المجموعة لا أهملناها ولم نعرها تماما، لكن في اعتقادي أنهم يريدون أن يشعلوا حريق ويشعلوا مواجهات، يضعون المجتمع الفلسطيني في الداخل في خانة الإرهاب وفي خانة التحريض. وليست هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها نشطاء اليمين بلدة عربية في الداخل بذريعة ما يسمونه بفرض القانون الإسرائيلي في تلك البلدات. بحجة حرية التعبير تتيح السلطات الإسرائيلية للمستوطنين زيارة البلدات العربية وتوفر لهم الحماية في وقت ينذر بعودة موجة العنف إلى كل الأراضي الفلسطينية. شيرين يونس، سكاي نيوز، من بلدة عارة.